أدينا صلاة الغائب على أرواح الشهداء الشهيد المجاهد رئيس المكتب السياسي الدكتور إسماعيل هنية، وعلى أيضا ابن نابلس الشهيد القائد المطارد الجريح الأسير المبعد نائل السخن أبو مهيوب. إحنا هذا قدر الشعب الفلسطيني منودع أبنائنا وقادتنا وأطفالنا ونسائنا شهداء من أجل الحرية ومن أجل الحلم الفلسطيني تحرير المسجد الأقصى المبارك. رسالتنا للشعب الفلسطيني، يجب الجميع أن يتوحد، يجب الجميع اليوم دماء الشهداء، جميع دماء الشهداء من قادة، من أطفال، من نساء، من أطفال، من دمار، من معاناة الجرحى وآهات الجرحى، من معاناة الأسرى الذين اليوم يقودون المرحلة داخل سجون الاحتلال لوحدهم. يجب الجميع أن يتوحد. الرسالة الأخرى للقادة الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس والنائب أيضا في حركة فتح نائب الرئيس محمود العالول، أنتوا طلعتوا وعملتوا اتفاق الصين من أجل المصالحة والوحدة الوطنية. يجب تطبيق رسوم المصالحة عمليا، يجب أن تكون المصالحة عمليا على أرض الميدان بوقف الاعتقال السياسي، بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسية بجميع طوائفهم وجميع ألوانهم. رحم الله شهداءنا. الحرية والحرية والحرية لجميع أسرانا داخل جوليا.